طيب بما اننا اتكلمنا عن الكورونا، في حاجه مهمه قوي نحن مقبلون عليها مع فتره بقى الخريف والشتاء وانخفاض درجات الحراره، انه طبيعي ان في الفتره اللي جايه دي في الناس بيجي لها برد، بيجي لها انفلونزا العاديه، طبيعي دي الفتره الموسميه. فاي حد هيعطس، اي حد هيكح، هيترعب طبعا، لانه هيفهم ان دي لا قدر الله كورونا، لان الهسهس والهاجس بتاع كورونا دلوقتي عالمي. فاحنا عاملين لحضراتكم تقرير اولا بيقول ايه الفرق بين نزلات البرد العاديه اللي انتم ممكن تواجهوها، وايه الفرق بينها وبين اعراض كورونا، خصوصا الموجه الرابعه اللي احنا مقبلين عليها، والمتحورات والتغيرات اللي شهدوا الفيروس بتاع كورونا. رقم اتنين، المعلومه اللي طلعت كمان واللي قالتها شركه فاكسيرا اللي هي شركه مصر للقاحات، انه لو انت واخد لقاح كورونا او هتاخد لقاح كورونا ما يمنعش وما يتعارضش ابدا ان انت تاخد لقاح الانفلونزا الموسميه السنوي العادي اللي انت كنت بتاخده. ده ما يتعارضش مع ده، ده هيمنع البرد والانفلونزا وده يمنع كورونا، والله هو المانع الشافي في كل الاحوال. مع ظهور متغير دلتا الجديد لفيروس كورونا الذي يثير قلقا في العالم أجمع، لا تزال الأعراض المتشابهة بين فيروس كورونا ونزلات البرد والحساسية الموسمية تشعر البعض بمزيد من الحيرة والقلق. فقد تعاني من واحد أو أكثر من الأعراض بما في ذلك الحمى، السعال، الصداع، العطس، دموع أو حكة في العين، وحتى صعوبة في التنفس. ولكن ماذا يعني كل ذلك؟ هل هي حساسية أم نزلة برد أم أعراض تحور دلتا؟ الحمى هي العرض الرئيسي للمساعدة في تحديد المرض الذي قد تصاب به، فقد تعني الحمى الإنفلونزا أو أي عدد من الأشياء الأخرى بما في ذلك فيروس كورونا. وكشف تقرير من منظمة الصحة العالمية عن القائمة الأولية لأعراض كورونا، ووجد هذا التقرير أن حوالي 88% من مرضى كورونا يعانون من الحمى، و68% يعانون من السعال الجاف. وتشمل الأعراض الإضافية لكورونا ضيق التنفس، التهاب الحلق، الإسهال، التعب، القشعريرة وآلام العضلات، وفقدان التذوق والشم وآلام الجسم. وبعد أكثر من عام ونصف لم يتغير شيء يذكر من حيث الأعراض الأولية لكورونا، وفقدان حاسة الشم والتذوق عادة ما يكون علامة على أن هذه الأعراض تعني الإصابة بفيروس كورونا. ومن النادر العثور على الحمى أو الإسهال مرتبط بنزلات البرد أو الحساسية الموسمية. وبينما كان بعض مرضى كورونا بدون أعراض، فإن تمييز بين ما يتعامل معه جسمك هو أيضا مسألة النظر إلى جميع الأعراض ككل. إذ لم تكن هناك حمى ولم تظهر عليك علامات صعوبة التنفس أو الإسهال، فمن المحتمل أنك تعاني من نزلات برد أو حساسية موسمية، في حين أن العطس غالبا ما يرتبط بكل من الحساسية ونزلات البرد. إلا أن هناك أعراض أخرى يمكن أن تساعدك على التمييز. عادة لا تسبب نزلة البرد حكة في العين، ولكن إذا كنت تعاني من السعال فهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بنزلات البرد أكثر من الحساسية، إلا إذا كنت مصاباً بالربو التحسسي، في حين أن صعوبة التنفس وضيق التنفس كانت أعراضاً مرتبطة بكورونا، إلا أنها قد تكون أيضاً علامات على الربو الذي يمكن أن يتفاقم مع موسم الحساسية. إذ لم تكن لديك حمى مصحوبة بهذه الأعراض، فقد يكون الربو هو السبب، ويوصي الأطباء ببدء تناول أدوية الحساسية في وقت مبكر من موسم الحساسية بدلاً من انتظار أعراض أسوأ. إذا كان بإمكانك منع تفاقم الأعراض، فمن الأرجح أن تواجه صعوبة أقل عندما تصل إلى وقت الموسم الذي تميل فيه الحساسية إلى الخروج عن السيطرة. إسراء سعد، آخر النهار.